أيام فقط مرت منذ قال مدير مكتب البيئة في سقطرة إنه غير قادر على تخيل ما حدث لأشجار الجزيرة وترابها، حتى أظهرت الصور القادمة من محمية حومهل حجم الدمار الذي لم يتخيله كل من عرف الجزيرة سابقا. ولأن معظم الأشجار التي كانت محمية بتقاليد الأهالي وأساطيرهم تتواجد في أماكن بعيدة عن السكان، فقد واصلوا اكتشاف ما حل بجزيرتهم تدريجيا وأسبوعيا، ينظمون زيارات قصيرة لرؤية ما عاشوا معه دائما وقد أصبح غير ما عرفوه منذ طفولتهم. تقول المعلومات الإحصائية الأولية إن الجزيرة فقدت 30% من أشجار دم الأخوين نتيجة إعصاري تشابالا وميغ، ويقدر مكتب البيئة العدد بأنه تجاوز المئات، وتمتاز هذه الشجرة بنموها على مسافات متباعدة ما يجعل المساحات تبدو مكسوة بالكامل، كما كتب ذلك العديد من متتبعي الغطاء النباتي للأرخبيل. وينتظر كثيرون النتائج النهائية لمعرفة الأضرار التي فاقت التوقعات والتي لم تحدث منذ مئات السنين، ويبدو أنه سيظل عالقا لعقود كاملة.